المصلين، الحرم يرحب بكل المصلين. سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام وأبنائه الأنبياء يرحبون بأبنائهم المصلين، نحن أبناء الأنبياء وأتباعهم. لكن يجب أن نعلم أن أعداد المصلين كان ممكن أن تكون أضعاف الأعداد الموجودة لولا الإرهاب الإسرائيلي وسياسة القمع والقتل الممارسة من هذا الاحتلال الغاصب. أنت ترى الآن بعينك يعني عشرات المسلحين، هذا ابن الصغير بجانبك مضطر أن يمشي بجانب 200 بندقية ليصل إلى الحرم، وهذا شيء محزن أن يتحمله الشعب الفلسطيني. ولكن الشعب الفلسطيني وأهل الخليل والمسلمين لن يفرطوا بمقدساتهم، سيستمروا بالزحف إلى الحرم وبإثبات إسلامية هذا الحرم وبقاؤه جامع إسلامي ومسجد إسلامي وحرم إسلامي شريف.